مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في جمهور الأصوات. اليوم معنا أحد نجوم السينما المغربية والعالمية، سي ناصر المضغري. سي ناصر، مرحبا بك في جمهور الأصوات. مرحبا بك سي ناصر. أنت واحد الفنان مغربي غني عن التعريف دوليا ومغربيا، غير هو بغينك تزيد تعرفنا على راسك أكثر. أولا وقبل كل شيء تنشكركم، كنشكر هذا لاشين أصوات اللي كتواكب يعني الفنان بصفه خاصه وبصفه عامه كديروا خدمتكم في ميدان السياسه ولا لا، ولكن انا سما في بليزير دو يعني انكم كتواكبوا الفنان وتعرفوا ديروا تقربوا للجمهور ديالو وتزيدوا تعرفوه بالجمهور ديالو وتزيدوا تحيوه، لانه بلا الكاميرا الارتيست بي با تونير لوكو. نعم. شنو كتعني سنة 1998 ناصر؟ بعد نقدم راسي نزكي تقديم لدرسي ناصر مضغري ممثل دولي ووطني. فالسؤال ديالك الأخت 98 السنة اللي ما عمرها كتنسى ليها، لأنه وقت ما كنشوف حتى في الماتريكول ديال الطوموبيل 98 سما رابيل توجور ما بروميير فوا دو ما ميتر دوفون لا كاميرا. هي اول عمل ديالي في لا سيري فرونسيز اللي هي لا فامي رمضان، عائله رمضان. وكانت معنا الاستاذه نعيمه مشرقي اللي كنحييها دائما، لانه كانت السند ديالي وكانت اختي، وكانت هذا هي اللي كانت معايا وكانت كانت يعني كانت كتكوتشيني، كانت عاونتني بحكم انني انا ما كنتش مبريباري باش نولي اكتور. انا الدراسه ديالي سي ابا، انا كنت كندير الدراسه الاسلاميه. دونك سي تي ايديوكاسيون اللي الوالد ديالي الله يرحمه اللي كان مصر على انني غندير هاد الدراسات. فجات الاقدار انها المسار تغير الى ان صرت فنان. نعم، هذه هي القصه ديال هذه 1998. نعم، كنت هذيك السنه كنت خدمت فيها بزاف، حيت من حمال كنت هذيك الساعه كنت كنحمل يعني في الدراسات في العطله، جات في العطله. فالعطله ديالي انا ما عمرني استغليتها، سواء كان بيع في الجوطيه، سواء كان غالبا بعث لي بينيه في لابلاج، بعث لي تيشيرت، بعث هذا وتنزل كولي في هذيك الساعه بالضبط فاش غندخل هذا السيري لا فامي رمضان. كنت حمال، كنت غادي مع واحد السيد بالبلاد الله يرحمه، ما نعرفوش حي ولا مثلا. فكنت كندير كل الناس يعني في بلاد ادريس كندير كل كيعطيني شي بركه كيدير شي كنمشي مخي برا هذا. ما شاء الله. نعم. مرحبا سي ناصر، احكي لنا على بعض اعمالك الدوليه وقول لنا شنو الفرق بين السينما المغربيه والسينما الدوليه. واش كاين شي تطور من شحال هادي؟ واش كاينين تغييرات في السينما المغربيه ديالنا؟ هاد السؤال هذا كطرح عليا بزاف كثير. واه ما غادي نجاوب على ثاني. ديروا ترفاسون، ديروا واحد الشيت كومباريزون بيناتهم. واه سي فري، اعمال دوليه ديالي كنشوف هاد لا بروميير سيت لا فامي رمضان مع عائله رمضان الفرنسيز. خدمت في ليجونير مع جون كلوب فان دام، خدمت في كوندور بروشن مع جاكي شان، خدمت مع ريدلي سكوت. ريدلي سكوت تعرفني يمكن اون بيرسون، حيت كانت واحد لا سيري كنديان هو اللي كومونداني لغيرزاتور ريدلي سكوت. سي ناصر سمح لي قطعتك، حنا بغينا بدون لغه الخشب تقولنا الفرق بين السينما المغربيه والسينما الدوليه. الو بدون لغة الخشب. انا ما عنديش لغة الخشب، انا كندخل كود، انا ما يعني ما عنديش. المغربي بغيناه يعرف الفرق. الفرق كاين، الفرق كاين ديجا، غير باش سميتو لو برومي ابيل ديال لا برودكسيون ماروكان التعاون معنا. يبقى جامي اون تا فالوريزي كو تو اكتور كو تو فريمون ارتيست. التعاون معنا كانك زعما شي واحد نو ني توبليجي داكسبتي. دونك l'international ملي كيعيطوا عليك tu valoriser، ملي كيعيطوا عليك تيقول لك ميم بروندي فو اسكو تو برون افيون الا كنت شي بلاصه واش ناخذ لك التجاره هذا، واش عندك شي ريجيم اللي كتاكل، واش عندك شي حاجه تو. دونك مي هوزمون كو دابا
السينما ماروكان يا une petite amélioration au niveau des sujets au niveau de حتى الجانب المادي يعني ماشي بحال الاولي اللي كانوا بنوها اللي كانوا تيخدموا بوغ السينما المغربيه انا كنشوفها كوم اون تري بيل فواتور كوم اون رولز رويس تري بيل فواتور نقيه مغسوله لا تهزها شي واحد كضرب بها الحيط تيخمجها ولا تيعوجها تيردها تيصوبها تهزها واحد اخر تيضربها نتمنى انها تلقى شي واحد اللي يسوقها باحكام نتمنى انها هاد الموند هذا يتصايق يكون بين ايادي امنه الناس دي كونيسور الناس دي بروفيسيونيل كي ساف سي كوا لا فوالا دونك نخرجوا من السينما وندخلوا للمسرح علاش ما كنشوفكش المسرح المسرح علاش حلفت انا نقول لك درت كنت عندي تجربه في المسرح واحد المسرح ديال سميتها حي السعاده وحاليا يعني قبل الكونفينمون كنا في اون تورني في واحد المسرحيه سميتها ادماج المخرج الدكتور سعدي درنا بها جولات هنا في المغرب ولكن يمكن انا جو سي با بوكو تياتر يعني انا كان يعني كنلقى روحي في السينما في البلاطو في البلاطو سي موموند ف بيان سور المسرح بكل احترامات وتقديري لهذا الفنان لانه ماشي غير جو سينما ابو الفن سي تري ديفيسيل انا ما ملي كندير المسرح كندير بزاف ديال المجهود بحيث انني يمكن ما نعرف ولا ما عنديش بزاف ديال لي بروبوزيسيون لانه اوترومون اللي كان جاتي بروبوزيسيون كنا قبل فوالا اللي جات بروبوزيسيون انك تخدم في المسرح ان شاء الله. بحكم انك امازيغي واش عندك شي اعمال امازيغيه؟ وي عندي اعمال امازيغيه سي الاعمال كي مي فون بليزير هذوك الاعمال اللي كنعترف بها اكثر من الاعمال الاخرين علاش؟ حيت ما حنا كنقولوا ما الوالده الام ديالك الله يبارك فيك ما عمرها فهمت اش كنقول كاع في الافلام ما كتفهمش العربيه ولا كتفرج فشي فيلم امازيغي كتعرف عاد ولا دابا كتقول ولدي ممثل وكنتفرج فيه وكتقول لهم تسناو انت غادي يجي هذا عندكم تلفزيون تخسر هذاك سانتيغيس مانو في الاول كتشوفني كتقول بون هي لي لا هو ما جي كومبرون با يعني الناس كيقولوا لها وا تبارك الله ناصر شفناه هذا تقول لهم ودي انا ما فهمتش انا واش نقدروا نشوفوك شي نهار مخرج واي نوت مخرج بعيد بزاف لا غير نقول لك علاش حتى حاجه ما بعيده سي ناصر لا بور موا انا جو بريفير ريستي اكتور بور لانستون ديجا جي اون اكسبيريونس في الاخراج درت واحد الدوكومونتاج جاوني شنو الاسماء ديال هاد الدوكومونتاج سا ريست توجور دون مون موند مازال ان شاء الله نهار يخرجوا عندنا سي مي بيبي مازال ما سميتهمش باقي ما سميتهم شكون هو الفنان اللي كنتي كتفضل انك تخدم معاه ولا بغيتي تخدم معاه ان شاء الله في المستقبل في المغرب ولا لا في المغرب وخارج المغرب في المغرب كلهم في المستوى خارج المغرب خارج المغرب جو سوي فان دو مورغان فريمان انا ملي فان ديالو سي ان غران ميتر لي انا كان بعض المرات ملي كنلقى مندير كناخذ كاع الافلام ديالو عندي الافلام ديالو يمكن كنتفرج فيهم اي جابرون سي تي نيكول بو 2020 في كلمه 2020 ما شفتهاش يعني باش فهمتوا معايا باش نعرفوا قول لنا شكل من الجمهور ديالك الجمهور ديالي كنحبو الجمهور ديالي كنقول له ساندنا اون ا بيزوان دو de votre soutien, on a besoin de vos encouragements. Hana, on fait de notre mieux, parce que le bio, parce que nous connaissons plus notre dans le com, parce que le مشاهد المغربي هو أصعب مشاهد حاليا يعني باش ترضيه صعيب. Donc حنا كنتمنوا انهم يرضوا علينا بالاعمال المتواضعه اللي كنعطيونا. شكرا بزاف السي ناصر على التعشيق معك ومرحبا بك شغل الاصوات مره اخرى العفو مرحبا بكم شكرا مره اخرى لكم يعني بالحضور ديالكم عندك حضور ربي يبارك
قوي. شكرا متمكنه وتبارك الله عليك ولاشين اصوات. نتمنى انها تبادر وتزيد في المجهودات ديالها. كنشكروها جزيل الشكر، فشكرا لكم.